السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن يكون عندي شغل تكييف وعايز احوله للفابريكيشن، يبدأ يتعمل كأجزاء زي ما تعمل في الموقع بالظبط. طيب بكل بساطة ممكن اعمل سيلكت على الأجزاء ديت، اما الاقي يطلع لي ديزاين تو فابريكيشن، سبيسيفاي، ابدأ احدد الاعداد اللي انا عايزها، وليكن مثلا انا هختار ام اي بي متريك واقول له انا عايز الدكت ورك ديت. اوكي هيبدأ يحطهم بالشكل دوت، تمام، ودول هقول له ديزاين تو فابريكيشن. اوكي فبيبدأ يحولهم لي فعلا لفابريكيشن. طيب نفترض مثلا ان في جزء هنا مثلا مش موجود، تمام، يعني هو سمى حول في حتة فيها مش موجودة. ممكن اجي هنا واقول له روتيت اند فيل، واقول له بقى وصل لي بقى من هنا لهنا، فهو بيبدأ يدور على الريدت اللي ينفع هنا، وبعد كده بيبدأ يديني اختيارات، هل دي اللي انت عايزها ولا عايز حاجه تانية. اوكي خلاص بيبدا يركب لي القطعه ديت، دي كده القطعه اللي ناقصه، او ممكن انا اختارها من هنا واروح حاططها.